في ايه يا ادم؟ اسكت انت، اصل هي شكلها حلو قوي. هو دفع 5 وكل شهر 5. ايه ده، هي بتخمس في وشي ولا ايه؟ لا يا بابا، بتقول لك هو بيدفع مقدمة 5 وكل شهر 5. هلا قولي. انت مين؟ انا جايزك مع ادم. تعالي اتفضلي. يا مرحب يا مرحب يا ادم يا ادم، انت اسمك ايه قلت لي؟ كارما. يا ادم تعالى كلم صاحبتك كارما. انا بشبه عليكي، هو انت بنت الواد رجب؟ واد بنته. قال لي قولي لي يا بنت يا كارما، انا شايف ابوكي راكب عربيه حلوه قوي كده، هي العربيه دي بتاعته ولا شغال عليها؟ بتاعته. دي شكلها قصدك عربيه غاليه كده فخمه. ومال ابوك يا ادم؟ يا بابا. ايه يا ادم في ايه؟ انا بدردش معاها شويه يعني، ما فيهاش حاجه. اصل العربيه شكلها كده متكلفه كده وجميله كده. يا عم هو جايبها قسط. قسط؟ اصل هو شكله مكلفها شيء وشويات. في ايه يا ادم؟ اسكت انت، اصل هي شكلها حلو قوي. هو دفع 5 وكل شهر 5. ايه ده، هي بتخمس في وشي ولا ايه؟ لا يا بابا، بتقول لك هو بيدفع مقدمه 5 وكل شهر 5. هلا قولي لي، ابوكي بقى له فتره كده مش باين، هو سافر بره مصر ولا ايه؟ لا، بس هو في المستشفى. يا ساتر يا رب، ده شكله دخل مستشفى خاصة بقى، صح؟ اللي هي فيها السرير التوموتيكي توموتيكي ده، دلع يا دلع. لا، هو رجع البيت عشان المصاريف. وماله بقى، في ايه؟ كان في واحد عينه مدورة ومقورة بس له في العربية. يا ساتر يا رب، هو لسه في حد بيحسد كده وحقودي كده؟ وايه اللي جراله؟ اتجبس في رجليه. يا ساتر يا رب، عارفهم انا الناس دي، عينيهم مدوره ومقوره كده وراشقين عينيهم جوه حياه الناس، ما بيبطلوش حسد ومتسابين حد في حاله. صح يا بابا، عندك حق. ما قلتلكش بقى، كل خميس الساعه 5 بيجيب له علاج ب 50 جنيه. 50 جنيه؟ لا دي كده بتخمس في وشي رسمي، دي عماله تعمل لي كده كده كل شويه. وفي ايه مالها صاحبتك يا ادم؟ اللي على عروسه بطحه يا بابا. بابا انا وكمان رايحين بكره الفرح. هو لسه في ناس بتفرح؟ ده فرح مين ده؟ بعد عيد يا عم. عاملينه بقى في القاعه بقى، يبقى فرح كبير بقى، صح؟ لا، عاملينه في الشارع. عشان يحوش فلوس ويشيل على قلبه قد كده ويحط في البنك. حلو الشارع، ماله الشارع، والدنيا حلوه وصيف ولا مطره ولا رعد ولا برق، وتمشي معاه زي السكينة في الحلاوة. خير خير، بقول لك ايه؟ ما تأجلوا الفرح. بقول لك ايه يا بنت، خدي كده تعالي. هو الحلقة ده ذهب؟ ذهب والنبي. بقول لك ايه يا آدم؟ أنا ماشية يا آدم. بقول لك ايه يا آدم؟ رشيقة البت دي. صلي على النبي.